السلام عليكم. اليوم نروح للمدينة الجديدة تاع أعلي منجلي بالقرب من قسنطينة لنتكلم على المركز الإسلامي الثقافي الجديد الذي تقرب الأشغال الانتهاء به. وهذا المركز الحضاري الهام في الحياة نتاع الشعب الجزائري اللي يتعلق بالثقافة ويتعلق كذلك بالتعاليم الإسلامية، يعتبر إضافة عمرانية رائعة لمدينة أعلي منجلي، واللي سوف أكيد يزيد من التنويع العمراني للمدينة ويعطي لها الطابع الحضاري والعمراني اللي دائما ننتظره من هذه المدن الجديدة. لابد تكون فيه يعني تكون فيه مرافق جديدة كما يعني مسرح ودار بلدية ومستوصف وعمارات مختلفة، مش غير العمارات السكنية، ولازم يكون فيه ناسق عمراني بصفة عامة. نخليكم تتابعون هذا الفيديو الرائع عن الطابع الجزائري اللي يختص به هذا المنشأة. والسلام عليكم.